هذه ليست إحدى جمهوريات الموز في العالم الثالث. هذا مجمع الكابيتول التشريعي الذي يحتضن الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، حيث كان من المفترض أن يتم التصديق رسمياً على نتائج الانتخابات الأمريكية قبل أن تقتحمه الجموع من أنصار ترامب وتسيطر عليه. هذا أحد أنصار ترامب بقرني الفايكنج وزي المحاربين البدائيين، يجلس مكان كبير المشرعين الأمريكيين في الكونغرس، وهذا آخر يرفع قدميه على مكتب نانسي بيلوسي الخاص. وهؤلاء صحفيون مذعورون داخل المبنى بعد أن تم تحطيم معداتهم في خارجه. لم يطل الأمر، خرج ترامب فدعا أنصاره إلى العودة إلى منازلهم، فعادوا بعد نحو ساعة من بدء تطبيق حظر التجوال. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. عاد أعضاء مجلس الشيوخ إلى الكونغرس عبر أنفاق الكابيتول محروسين بعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لإنهاء التصديق على فوز جو بايدن. وبينما أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية مقتل بضعة أشخاص من أنصار ترامب واعتقال العشرات في الأحداث، بدأت سلسلة من ردود الأفعال المعترضة على المشهد الذي هز صورة أكبر ديمقراطيات العالم. فأعلنت كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى ستيفاني غريشام استقالتها، واتخذت الخطوة نفسها نائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز ومسؤولة العلاقات الاجتماعية بالبيت الأبيض. فالسابقة التي جرت بالأمس وجرأة أنصار ترامب أثارت الكثير من التساؤلات والقلق حول ما يريده ترامب وما يستطيع فعله وما قد يقدم عليه في الأيام القليلة المتبقية له في السلطة. فمما لا شك فيه أن رجل سيبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب القرار رسمياً حتى 20 يناير الجاري، وشعبياً 4 سنوات جديدة بحسب أنصاره الذين هزوا بالأمس النظام الأمريكي برمته.